هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن حماس اقترحت عدة تغييرات على مقترح الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. شدد بلينكين على أن مقترح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين هو الأساس من أجل الأمن والسلام في المنطقة وإنهاء الحرب وبداية الإعمار في غزة. ما تلقيناه الماضية فيما يتعلق بإجابات حماس على المقترح هو تغيير بعض البنود الذي من المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن. ولذلك السؤال الذي يطرح نفسه هو أنه أي من هذه التغيرات هل هي مهمة أم لا؟ وهل يمكن إنجازها أم لا؟ وكما وصفنا ما يبحثون عنه، أستطيع أن أخبركم أنه أنا ورئيس الوزراء نعتقد سويا أن هذه التغيرات علينا أن ننظر إليها على أسس سليمة في الأيام القادمة، وما إذا كانت هذه الثغرات يمكن رأبها أم لا. وأعتقد أن المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن يوجد على الطاولة،